ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. أهلا بتونس، أيا مبروك يا تونس. صحيت صحيت، هاك بعثت قمر صناعي للفضاء وطرف كراتش دخان لفرنسا. ممتاز ممتاز، شكرا لشركة تلنات وللخطوط الجوية التونسية. وكل عام وإحنا نتبوأ مكانة مرموقة. طبعا القمر الصناعي والدخان احتلوا صدارة أغلبية الجرائد. لابخيس تحكي على رسالة أمل، أم ميساج ديسبواغ. والصحافة اليوم قالت لكم العقل التونسي يصنع مجده. بتبيع فهمتوا اللي هذو ما يحكيوا على القمر الصناعي مش على الدخان. فما زاد حديث على الخطاب اللي ألقاه الرئيس بالمناسبة. أما هذك لا يزيه، مش باش يقعد هو يلكلك وإحنا نلكلك وراه. توك يجيب حاجة جديدة نرجع لكم. تيان هاي حاجة جديدة على الفاز. الإخشيدي قابل جماعة الهيكال بارح وقال لهم لازم نفضوا موضوع القنوات غير القانونية والفساد في قطاع الإعلام والدعاية السياسية والتمويل الأجنبي. وقالوا له داكورد، تو نعملوا فريق عمل يحضر تقرير على التجاوزات اللي صايرة في بعض وسائل الإعلام ونلعبوا لهم. معناها الإخشيدي ناوي يهبط بثقله في خبيلة الإعلام السمعي البصري ولأكثر دقة في خبيلة القنوات التلفزية الحزبية متاع الحزام السياسي ولا الوسادة متاع المشمش عمالة. خاطر هذيك هي القنوات المخالفة للقانون، قناة سيدي الشيخ وقناة سينابي. بون فما زاد إذاعة سعيد الجزيري ونعجاتو، أما هذيك فكولو الماتريال سيء. بتبيع المسألة ما عندها حتى علاقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، أما هو باز تو يلفها في أمن قومي كالعادة. احنا هكا في تونس، كي يخترنا حتى قطاع الشمية قادرين ندخلوه في الأمن القومي. في نفس الوقت كان الأغلبية الحاكمة مدخلتها في حيط ورئيس الحكومة متواطئ ورئيس الجمهورية هو الوحيد على رأس الدولة أو ما بقي منها اللي يحب يصلح، باش نجينا نقول له لا ما هيش صلاحياتك. شوف يا أريج عايش بنتي، الواحد وقت اللي يوصل لسن معينة يبدأ راكم تجارب وخبرات وكفوف تعلم منها دروس. من أهم الدروس اللي تعلمتها the hard way تقول انتي هي أني نتربى ما عادش ندافع مثلا على حرية تنقل العقرب باش مبعد تلسعني. لا هذيك تبت منها لما حالة فما عبيد مغرومي عجبهم القلم، اليوم يهبط بيان لمساندة حرية العقرب وبعدها بجمعة يهبط بيان للتنديد بالممارسات العنيفة للعقرب ضد المواطنين. على كيفهم، فما اللي عملها مبدأ، فما اللي عملها براند ماركة معناها، وفما اللي عملها قلم وساعات خدمة. على كل حال ربي عين الجميع، أنا بطلت وليت كلين. بيناتنا أنا من الأول راه وكتبت الكرونيك على الحنش، بعد بدلتها لأسباب ما تخفيش عليكم لتفادي سوء الفهم، وذلك بعد استشارة قسم الاتصال والعلاقات العامة بالمؤسسة بالرسمي شاورتهم راه. على كل حال أنا ذا إخشيدي، انزل على العقارب بشلاكة حيث وجدوا أو وجدنا، أما بربي ما غير ما تعملنا تيرادة على تاريخ العقارب في الثقافة العربية وتحكينا على الصحراء وقريش وتأبط شراً.